آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ربيتك فجرا في مقالي عنوانا إن ضلت سبلي، أسقيتك روحي مدرارا حتى أينعت بلا كللي، أهديتك شمسا تنثرها أحلاما تزهو كشعالي، ورعيتك طفلا خلابا يحبو كالنجمة في مهلي. واليوم رجائي معقود بالله وفأني في رجلي، هويتي محتاج يد تنشلني من وجلي، وأنا في الظلمة مدفون من قلة زادي في خجلي، أنياب الذنب تحاصرني والحفرة يخنقها زللي، لكن الفسحة تغمرني إذ تدعو الله ليغفر لي. وحدك من يسري في دمه نور من أملي، يا ولدي برك يبلغني في قبري جسرا للعمل. وأراني الآن بلا حول فتصدق كي تمحو خللي، يا ولدي أمك كم عانت كي ترفل في أبذل حللي. وحشة قلبي أدركنا بعطاء حال في عجلي في عجلي، هل يكفي الإحسان جزاء الله جزاء غير الإحسان بلا ملل بلا ملل؟ فلتبذل ما لك معروفا معروفا يبعثنا من موت الحيل موت الحيل. وقف للقرآن ينادي أهل الخير لخير الشغل، صرح يروي أرض تبوك يمطرها بضياء عاطل. يا ولدي لا تبخل، إنا رهن الأجر وحسن العمل نهفو للجنة يا ولدي، نرجو منها أعلى نزلي. ربيتك فجرا في مقالي عنوانا إن ضلت سبلي، أسقيتك روحي مدرارا حتى أينعت بلا كللي.